ولمواكبة الحالة الوبائية نستضيف البروفيسور نبيل تشفوتي، وهو طبيب متخصص في علم الأوبئة وأستاذ بكلية الطب فاس. بروفيسور، أهلا وسهلا بكم، نحن سعداء باستضافتكم. مساء الخير أستاذ جوهرة، وشكرا على الاستضافة. شكرا لكم. لاحظنا في الآونة الأخيرة تسجيل عدد مرتفع من الإصابات، ما بين 200 و300 و400 حالة، وصلت إلى 500 حالة يوميا، لماذا في رأيك؟ إذا باش نفهموا الارتفاع نرجعوا شي شوية للأيام أو الأسابيع الماضية. فمنذ يعني الدخول من عطلة عيد الفطر كانت هناك واحد البداية ديال الأنشطة الصناعية، واللي أدت أعطت بعض البؤر وبعض الارتفاع قبل، ربما قبل كاع من نمشيو للمرحلة ديال الرفع التدريجي ديال الحفاظ الصحي. بهذا في المعدل الأسبوعي ديال الإصابات عرف واحد الارتفاع ابتداء من منتصف شهر جوان، طلعت تقريبا 170 معدل يومي، 170 حالة بعد ما كانت ما بين 60 و80. هذا جانب أول فيما يخص استئناف الأنشطة المهنية لا سيما الصناعية اللي كانت تغطي عدد كبير. وبطبيعة الحال الرفع التدريجي ديال الحجر الصحي هو كيعطي من المنتظر أنه يعطي واحد الارتفاع في العدد ديال الحالات. ودابا في هذه الأيام هذه الأخيرة يمكن التراكم ديال هذه العاملين بجوج، إضافة إلى أن المنظومة الصحية وكما كان ذلك منتظرا وكذلك كما كان ذلك من بين المعايير المعتمدة في الحجر الصحي، هو الرفع من قابلية من الكاباسيتي، نعم، ديال التحاليل وديال التقصي والاستقصاء الوبائي. لهذا فكاين اكثر تقريبا معدل ديال 20,000 فحص مخباري يوميا، تحت هذا في السر الارتفاع ديال العدد ديال الحالات. يعني هادو مجموعه ديال العوامل، هذا فيما يخص العدد، ولكن كاين مؤشرات اخرى مهمه في الطرف. ما هي هذه المؤشرات؟ بطبيعه الحال باش نوصفوا الحاله الوبائيه كاين عدد ديال الحالات، ولكن كاين كذلك التمظهر الوبائي، يعني شكون هما الناس اللي كيتظهر عندهم الوباء. حد الان كاين عدد كبير ديال الحالات بدون اعراض ولا باعراض حميده، وهذا راجع اصلا اساسا الى ان هذا العدد الكبير من هذ الاشخاص يتم تشخيصه عبر تتبع المخالطين الاستقصاء الوبائي، وهادو اشخاص اللي معدل السن ديالهم كيكون منخفض. يعني ان التمظهر الوبائي لحد الان اللي كتكشف عليه المنظومه مازال ما عرفناش التاثير ديال رفع ديال الحجر الصحي على التمظهر الوبائي، مثلا عند الاشخاص المسلمين ولا عند الاشخاص اللي عندهم هشاشه ولا اللي عندهم مناعه ديالهم قليله. يعني فحتى هذه عوامل مؤشرات مهمه اللي خاصها تاخذ بعين الاعتبار. وكذلك نسبة الإماتة ونسبة العدد ديال الحالات اللي هي في حالة حرجة، نسبة يعني الأسرة ديال الإنعاش اللي كتملا المنظومة الصحية، هذه كاملة مؤشرات اللي خاصها تقرا بشكل شمولي باش نعرفوا التطور ديال الوضع والمنحدر. طيب كيف نفسر أن الفيروس يمكن أن يكون أكثر خطورة في منطقة ما داخل تراب وطني دون المناطق الأخرى، أن تكون مثلا نسبة الإماتة أو العدد مرتفع من الحالات الحرجة في منطقة معينة؟ هل هذا التمظهر بماذا يوحي إليك بروفيسور؟ هو باش نقدروا نفهموا الفرق ما بين التمظهر في منطقه ومن منطقه الى اخرى، اصلا نرجعوا للعوامل الاختطار. من عوامل الاختطار شنو هي؟ هي تقدم في السن، هي الامراض الغير ساريه المزمنه لا سيما مرض السكري، امراض القلب، وامراض يعني اللي كتنقص من المناعه. هذه فيما يخص يعني فيما يخص الامور اللي مرتبطه بالاشخاص، والامور اللي مرتبطه بالمرض. يعني كلما تقدم يعني تم التشخيص ديالو في مرحله اللي معطله شويه فكيكون عوامل الاختطار. لهذا فاش كنقولوا مثلا 90% ديال الناس تم التشخيص ديالهم في اطار التتبع، فهاد الناس هادو
تم التشخيص ديالو في وقت مبكر، لهدف كل ما مثلا الناس اللي غادي يجيو باعراض ولا باعراض اللي ربما متقدمه تم الاحتمال ديال التطور ديالو بشكل تطور ديالو نحو الخطوره كيزداد. وبطبيعه الحال كل ما كثر الانتشار شي منطقه كل ما كثر الانتشار، فواخا تيكون العدد كبير ديال الحالات عدد حالات حامله، ولكن هذاك العدد القليل اللي كيكون يعني الناس اللي تقدم في السن اللي تشخص عندهم المرض من بعد يعني معطل شويه تعطي هذه المؤشرات ديال الخطوره كتكون شي شويه مرتفعه. طيب بروفيسور، هل يمكن ان تكون خصائص الفيروس مختلفه من منطقه الى اخرى؟ لحد في نفس البلد طبعا، ليس من نعم بلد نعم الى اخر. نعم. المعطى اللي كاين دابا في المغرب هو الدراسه اللي سبقكم تحدثتوا عليها، الدراسه الجينوميه المنطقه بالفيروس، والمعطيات اللي متوفره دابا ما كتبينش بان بشكل عام الفيروس اللي كاين في المغرب ما كتبينش بانه مختلف بزاف على الفيروس اللي كاين في جهه اخرى، ما كتبينش بان كاين شي اختلاف كبير، يعني ما كاينش معطيات اللي كتبين بان كاين شي اختلاف فيما يخص الفيروس بحد ذاته، ولكن تم ظهور الوبائي ما مرتبطش غير بالفيروس بحد ذاته، بل هو مرتبط بالاشخاص اللي كيتم يعني التشخيص ديال المرض عليهم، الاشخاص اللي كيصيبوهم، المده اللي كتحصل ما بين الاصابه وما بين الاتصال بالمنظومه الصحيه يعني البدء ديال العلاج، وكذلك السرعه ديال الانتشار اللي ممكن تكون مختلفه من منطقه الى اخرى على حسب معاني الانتشار اللي تطرقنا ليه من قبل. دونك هذه كامله عوامل تقدر تعطي اختلاف خطوره من منطقه الى اخرى. طيب هذا التمظهر الوبائي فتحنا له قوس، اريد ان اعود مره اخرى الى هذه العوده القويه للفيروس. كمتخصص في علم الاوبئه، هل هذا شيء معتاد في الاوبئه ام شيء استثنائي نوعا ما؟ هو دابا هذا الفيروس يعني باش نهضروا على الاوبئه بشكل عام، النمط ديال الانتشار حتى هو من المحددات، نمط هذا الفيروس يعني ينتشر بين البشر، يعني ما كيتطلبش مثلا كاين امراض اللي كتنتشر عبر حيوانات ولا كتكون واحد المصدر ديال العدوى، مثلا مصدر ديال العدوى فيه شي تلوث ولا شي حاجه كيكون مصدر واحد، الا قضينا هذاك المصدر كنقضيو على يعني على الوباء. هذا ينتشر بين البشر، والخصوصيه ديالو هو انه سريع الانتشار. ما الذي يميز عفوا بروفيسور الفيروس الذي ينتشر بين البشر وفيروس آخر ربما تحمله بعض عفوا على العبارة بعض الحشرات أو الحيوانات؟ مثلا حمى المستنقعات فيروس اللي كينتشر بين البشر، ولكن لابد من واحد الحشرات كما قلتي اللي كتنقلوا. مثلا هنايا الخطه ديال اي منظومه صحيه باش تتعامل مع هذا الوباء كتكون كتقضي على مثلا على الحشره اللي كتنقل الفيروس، الا قضت على الحشره فكيسهل عليها انها تحصلوا. هنايا الخزان ديال الفيروس هو الانسان، ماشي الخزان. لو كان الخزان ديال الفيروس مثلا كاين امراض اللي كتنتشر عبر المياه الراكده مثلا او المياه العادمه، كيكون الخزان هو المياه، الى عالجنا ذاك المياه غادي نقضيو على الوباء، نتحكموا في الوباء. هنا الخزان هو الانسان، اذا باش نقدروا نتحكموا في الوباء خصنا نديروا يعني الجدوى تكون على الخزان. الخزان هو الانسان. اذا الحل في هذه الحاله هو كسر سلسلة العدوى في انتظار وجود لقاح. بطبيعة الحال كسر سلسلة العدوى عبر يعني مختلف الأمور التي أذهبنا فيها عدة مرات، يعني سلسلة العدوى هي الإجراءات الحجيجية، تحقيم، غسل اليدين، تقليل من الاختلاط، وضع الكمامة، يعني التشخيص المبكر تيدار دابا لأنه كيف ما هضرنا من قبل على معامل الانتشار الاولي وعلى المحددات ديالو، اللي المحددات ديالو هي المده اللي كيبقى الانسان حامل الفيروس، اذا كل ما شخصنا المرض بكري كنقصوا من ذاك من هذا العامل. من عوامل اخرى هي الاحتمال ديال الانتقال ديال الفيروس من شخص الى اخر فاش كيكونوا
متواصلين يعني خاصنا نديروا الكمامه والاجراءات الحجيجيه. والعامل الثالث هو المده ديال اللي كيبقى الانسان حامل الفيروس. وهذا العامل كنقضيو عليه يعني بالرصد بالكشف المبكر. وهنا الا سمحتي لي ان نفتح واحد القوس وندوز واحد الرساله، هو انه لما تنقولوا بان راه عندنا حالات كثيره ولكن حالات حميده، ما خصناش يعني نستهنوا بالامر، خصنا ناخذوا بواحد النوع من الجديه، لان هذه الحالات الحميده راه هي خزان ديال 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 الفيروس، وكتقدر توصلوا للناس اللي ما عندهمش مناعه، تقدر توصلوا للناس اللي السن ديالهم مرتفع واخا يكونوا ملتزمين بالحجر الصحي، تقدر تكلف هي وتوصلوا ليهم. وفي نفس الوقت الى استمرت العدد الحالات في الازدياد، فكيف ما بغات تكون هذه المنظومه الصحيه غادي صعب عليها باش تستمر في الرصد وفي التقصي بنفس يعني بنفس الفعاليه. ما غاديش يمكن يعني الى ازدادوا فاش كيزدادوا العدد ديال الحالات بشكل عام فاش كيزدادوا اكثر، ما يمكنش التتبع ديال المخالطين، يعني لابد ما غادي يكونوا حالات اللي ستنفلت من المنظومه الصحيه. ما معناها ستنفلت من المنظومه الصحيه، يعني لن يتم تشخيصها مبكرا. إذا ما تشخصتش مبكرا كتنرفعوا من الاحتمال ديال المرور ديالها لحالات حرجه. طيب بروفيسور، هناك من يتحدث عن ما يسمى بعدوى القطيع ويقول أنه كلما انتشر أكثر الفيروس يصبح أقل خطورة، هل هذا الكلام علميا مثبت؟ هو كلما انتشر الفيروس، يعني دابا لحد الآن حتى المناعة ديال هذا الفيروس مازال كاين فيها بزاف ديال الدراسات، ومازال كاين فيها معطيات كتجدد كل مره. دونك في اطار يعني قرات البارحه دراسه تقول ان الذين يصابون بالفيروس تكون لهم مناعه، ولكن هذه المناعه تختفي بعد 4 أشهر كذلك. طبيعه الحال هذا الشيء اللي بغيت نشير له، هو ان هذا لما نكون امام جائحه جديده، امام فيروس جديد، كيكون دائما تطور ديال المعارف وديال المعطيات. اذا فحتى المناعه يلاه البارح بانت هذه الدراسه هذه، مازال كاين دراسات اخرى، اذا مازال كناش نجزموا بان هذا المرض هذا اللي تصاب به يعني كيكتسب مناعه دائمه. مازال كاين يعني دراسات، ومازال ما كاينش توصيات اللي قطعيه في هذا الامر هذا. المناعه الجماعاتيه يعني ما يسمى المناعه القطيع، هي يعني كيخص يعني نسبة الانتشار توصل لواحد المعدل كبير بالنسبة لهذا الفيروس. المعدل ديال نسبة الانتشار مرتبط معامل الانتشار الأول، يعني بالنسبة لهذا بالنسبة للفيروس خاصها تفوت تقريبا 600 ديال السكينة. هنا عاوتاني كتطرح تساؤلات أخرى، إلا بغينا نشرو إلا انتشر المرض بشكل كبير، الاشكال اللي كاين هو شحال العدد الحرجي اللي غادي تكون، شحال ديال الوفيات اللي غادي تكون. دونك هنايا مساله ماشي سهله باش تهزم، ما حزمات هذا النوع ديال المعطيات ما مضبوطاش، لا سيما يعني المناعه، المده ديال المناعه من بعد ما تصاب الانسان بالفيروس. فهذا الامر هذا مازال لانه فيروس شديد ولا نعرفه. صدقت بروفيسور، بناء طيب بناء على هذه المؤشرات، كيف يمكن ان تقيم الوضع الوبائي في المغرب بعين المتخصص؟ الوضع الوبائي كاين المساله ديال اللي مرتبطه بالانتشار يعني الارتفاع ديال الحالات اللي ترى من بعد الرفع ديال الحجر الصحي، من بعد عوده الانشطه التجاريه، هو ارتفاع نسبيا يعني منتظر، ويمكن بدا كيزداد في الايام الاخيره. ولكن كاين واحد المؤشر انا بغيت نتوقف عليه مزيان، هو العدد ديال الوفيات. يعني لما كنقدموا نسبه الاماته دابا حاليا فاش كيزدادوا عدد ديال الوفيات، يعني ذاك لو دينوميناتور بما انه بالالاف ما كتبانش التأثير ديال عدد الوفيات الأخرانية، ولكن إذا خدينا العدد ديال الوفيات مثلا أسبوعيا، كنلاحظوا بأنه إلى غاية يعني ثلاثة الأسابيع الأولى ديال شهر جوان، كانوا عندنا تقريبا ثلاثة أربعة جوج ديال الوفيات في الأسبوع. في لاسومين ديال 22 جوان طلعوا لتسعود،
رسمين ديال 29 جوان طلعوا ل 14، رسمين اللي موراها 15. إذا فأنا هذا الارتفاع ديال العدد ديال الوفيات اللي هو جاي تقريبا واحد الربعه ولا خمسه ديال الاسابيع من بعد الارتفاع ديال العدد ديال الحالات، واللي هو يعني تيمشي مع الوصف ديال لا كورب ايبيديميك اللي كيطلعوا الحالات المنحنى، ملي كيرتفعوا الحالات يعني المؤشرات ديال الخطوره ما كتبانش في ديك الساعه، لان الحالات كتقدر تطور، كتقدر تعقد، ولا قدر الله يبقى الانسان في الانعاش، ولا قدر الله كتجي الوفاه من بعد. لهذا فهاد المؤشرات تتحدث بتوجس وبخوف، ما الذي يخيفك بروفيسور بصراحه؟ بطبيعه الحال هذه مساله خصنا ماشي من اجل الخوف ولا من اجل التهويل، ولكن تنعتقد بان هذا الامر خصنا نتعاملوا معه بجديه باش نتجنبوا المرور للمراحل التي نحن في غنى عنها. فهذه مؤشرات تنظن بانها دابا الا خليناها بجديه وتحكمنا فيها غنقدروا نتوقوها، وانا كنعتقد بانه من الانسب اننا نتكلموا عليها دابا بجديه، لان هي لا مازال ما وصلتش لواحد الحد اللي يعني يخيف كما قلت، ولكن كنعتقد بان هذه امور اللي نتعاملوا معها بجدية باش نحاصروا الفيروس، نحاصروا الانتشار. كل ما حاصرنا الانتشار من بعد مدة أخرى غنحاصروا هاد المؤشرات اللي مرتبطة بالخطورة. طبعا كل شخص هو فريد، وبالتالي فقدانه هو فقدان عظيم جدا وكبير بطبيعة الحال، وشيء عظيم بالنسبة لأهله وبالنسبة للبشرية كلها. نعم، لوحيد بطبيعة الحال أي حالة وفاة راها أي حالة وفاة فهي مسألة مؤلمة بزاف كاع. طبعا لأننا عندما نتحدث عن 1% نتحدث عن رقم، ولكن وراء هذا الرقم هو حياة بشرية كذلك فريدة، وكل واحد منا هو فريد. طبعا لوحظ أن معظم الإصابات بالمغرب تسجل مؤخرا في بؤر صناعية أو عائلية، كيف يمكننا في نظرك متخصص في علم الأوبئة التحكم فيها واحتواؤها ما دام لدينا في يدنا التدبير الزمني لهذه الكارثة؟ بالنسبة للبؤر المهنية أعتقد أن المسؤولية تقع على مستويين اثنين، اولا المسؤولين الذين يعاد اليهم بتدبير يعني الوحدات الانتاجيه ولا المنشات العموميه ولا الخاصه، يعني من المفروض انهم يعملوا على توفير الظروف التي تحول دون انتشار العدوى، وهذا الشيء راه كاين في دلائل اللي صدرت وزاره الصحه، واللي هي دلائل يعني قطاعاتيه، كل قطاع عنده دلائل اللي كتشرح شنو الظروف اللي خصها تكون متوفره لا سيما في المحل ديال العمل وحتى في وسائل النقل المهنيه. فهذا جانب مهم، لان كنعرفوا ان عدد كثير ديال المهنيين ديال الصناعه على سيما انهم كيستعملوا وسائل النقل المهنيه يعني جماعاتيه، فضروري تخص يعني تكون واحد النوع من الالتزام بالدلائل ديال الوقايه. هذا على الصعيد يعني على الصعيد التقريري. على صعيد الاشخاص كل شخص هو مسؤول، اللي خصو يلتزم بالتدابير الوقائيه لا يعني في المحيط المهني ديالو، ولكن كذلك لما نتحدث عن بؤر مهنيه فهذه المهنيه راهم عندهم عائلات، يخرجوا من العمل ديالهم كيتلاقوا مع العائلات، كيتلاقوا مع الاصدقاء، كيتحركوا الى غير ذلك. فكيخص يعني التدابير الوقائيه كيخص الانسان يتخذها يعني كنمط حياه كسلوك يعني وبكل جديه بروفيسور. لا طبيعه الحال بكل جديه، لا لان اي تهاون يعني العواقب يعني مجازفه كبيره خطيره بزاف. نعم. والعواقب ديالو صعيبه على اي منظومه كيف ما بغات تكون انها طيب. تضبط الامور الى الله يحفظ خرجت من السيطره. بروفيسور كيف تقرا مستقبل الوضع الوبائي طبيا، خاصه واننا على ابواب عيد الاضحى والعطل، وبعد اسابيع ينتظرون كذلك الدخول المدرسي؟ هو المستقبل ديال الوضع الوبائي حاليا، لان حاليا شنو في يدينا نديرو؟ حاليا ما كاينش لقاح، كاين العلاج وكاين الوقايه. دونك العلاج لمرض راه يعني المنظومه كتستقبل به وكتقلنا الوقايه. اذا المستقبل مرتبط بهذه الامور. هذه
أريد أن أشارك معك في هذه الرسالة. في الحقيقة نحن نعيش أزمة، وضع استثنائي، ولكن العامل المهم فيها أنه باستطاعتنا احتواء هذا الانتشار إذا التزمنا جميعا وبكل يقظة وحذر بالتدابير الوقائية بالحواجز، يمكن أن نكسر العدوى. هذه رسالة يجب أن تصل إلى الجميع. نعم نعم، لان دابا اللي مثلا بغيو نحاولوا نوصلوا للساكنة هو ان هاد السلوكيات اللي كنصحوا بها المواطنين هي سلوكيات يعني في الحقيقه راها كتدخل في اطار سلوكيات ديال الصحه العامه، راه خصنا نتبناوها كنمط حياه. لما كنتكلموا على غسل اليدين ولا على التعقيم، هذه امور راه حتى من بعد الجائحه غادي تنفعنا في يعني في النقص من الكلفه ومن ديال بزاف الاوبئه وبزاف ديال الامراض التعفنيه والامراض المنتشره. هذا مرض اللي الى تقيدنا بالتدابير الاحترازيه غادي نقدروا نحاصروه، والله يحفظ الى كان اي تهاون ولا اي يعني اخلال، فالعواقب ديالو كتقدر تتطور بواحد الشكل سريع بزاف. راكم شفتي واش وقع في الدول صحيح. الاوروبيه. المغرب الحمد لله خدا قرارات استباقيه شجاعه، فدابا خصنا نتمنوا داك الشيء، لان دابا يعني مده وحنايا في واحد يعني كانت عندنا مؤشرات يعني جد جد ايجابيه باعتراف ديال العالم كله باعتراف المنظمات الدوليه، فخصنا نتمنوا هاد المكاسب اللي حققناها وما يكونش يعني شي اخلال ولا شي نقص ديال الالتزام، لان العواقب لا قدر الله ماشي سهله. فالمستقبل مرتبط بهذه الامور هذه. نعم. لان انا افكر كذلك في الكوادر الطبيه، نحن في الشهر الخامس منذ الثاني من مارس ونخشى كذلك على ارهاق كوادرنا الطبيه. رساله كذلك لنا جميعا لكي نلتزم لكي نحافظ على هذه الكوادر الطبيه. انا سمحتي يا استاذه جوهره، بغيت نشير لواحد المساله مهمه بزاف ما كنتطرقولهاش. كنهضروا دابا كنهضروا على كورونا وعلى المؤشرات ديالها وما الى ذلك، ما كنهضروش بزاف بشكل كافي على ما كنعتقد على يعني الانهاك الذي تسببه للمنظومه الصحيه برمتها. نعم. الموارد البشريه اللوجستيكيه الى غيره. مثلا لما تظهر بؤره معينه وتضطر المنظومه الى انشاء مثلا مستشفى ميداني، فالكلفه ديال هذا المستشفى الميداني والموارد البشريه واللوجستيكيه اللي كترفض له راها جايه من المنظومه، واللي من المفروض انها تقدر تمشي لامراض اخرى. ما خصناش ننساو الا سمحتي عندنا ملايين ديال المرضى ديال السكري وديال ارتفاع الضغط الدموي، عندنا عشرات الالاف ديال المصابين بالسرطانات، وهذا يعني ضروره كنعطيو الاولويه للكوفيد 19، ولكن هاد الاطباء وهاد الممرضين اللي كيشتغلوا حاليا في كوفيد 19 راهم ماشي اختصاصيين في كوفيد، راهم اطباء كيداويو امراض اخرى، وبالتالي اللي كيمشيو لتما راه كيوقع تراكم. حاليا الزملاء ديالنا اللي كيشتغلوا في تخصصات لا سيما الامراض الغير ساريه والتي تشكل عبئا ثقيلا على المنظومه الصحيه في المغرب في المملكه المغربيه منذ سنين، وكاين عده برامج عده مجهودات لاجل احتوائها، فهاد الاولويه اللي كتعطى احببنا ام ابينا فهي تؤدي الى يعني الى واحد التراكم ديال المرضى، فكيعانيوا يعني راه كيعانيوا ناس اخرين. اذا فاش اذا الانسان مثلا التزم بالتدابير الوقائيه فهو تيحمي راسه تيحمي المحيط ديالو، وبشكل غير مباشر تيخلي هذوك الاطقم الطبيه كما قلت لهم ما يتناكوش ويخدموا مع مرضى اخرين حتى هما في نفس الحاجه ديالهم، لان راه غتكون من بعد تداعيات على نسبة الامراض الغير ساريه، لان حتى هي كتطور وعندنا في المغرب كتشكل عبء كبير على الصحه العامه. طيب بالمخلفات ديالها، فهذا حتى هو جانب تعتقد بانه مهم اننا نتطرقوا له. لانهم يقولون ان الفطنه ليست في مواجهه المشكل، الفطنه في عدم الوقوع في المشكل. شكرا لك بروفيسور. بطبيعه الحال اللي خصنا نجنبوا لهذا فهذه الظرفيه هذه راه المقولة والحكمة ديال ديرهم وقاية خير من قنطرة علاج، كنظن بأنها يعني كتنطبق 100% على هذه الحالة هذه. لأن راه ما عندناش شي حل آخر حاليا هو أن الوقاية باش ما نوقعوش بطبيعة الحال. طيب. المشاكل هي التعقيدات اللي كنتمنوا باش ما نوصلولهاش.
البروفيسور نبيل تشفوتي، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات، تحية لكم ولكل كوادرنا الطبية.